عدل مجلس الوزراء مجددا القرار المتعلق بتطويع مأمورين متمرنين لصالح المديرية العامة للأمن العام، وخفض معدل العلامات المطلوبة للمرشح في الشهادة الرسمية المتوسطة وهي 11/20 وما فوق بدلا من 12/20. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام عن قبول الطلبات لغاية تاريخ 31 الشهر الجاري في الدائرة الفنية كورنيش الناهر ساحة العبد.